السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احنا متابعين في الدنيا. الفيديو ده ليك يا ست البيت. طبعا بما انك بتشكي ان المساحيق ما بقتش كويسه في السوق، عايزين حاجه تساعد على النظافه، جبت لكم تركيبه فانيش 6 ريتل ان شاء الله باذن الله هتعمل معاكم 50 جنيه. بصوا الطريقه سهله وبسيطه، هتجيبي 5 لتر اي نوع صابون تكون رخيصه مش هتفرق، تجيبي جردل، ده صابون ابيض شفاف تمام. طريقة سهلة وبسيطة، طريقة الفانيش إن شاء الله تساعد على النظافة وتوفر في المسحوق في نفس الوقت. خد اللي أنت عايزه. جوز كل دي؟ أه خد اللي أنت عايزه. عايز مقاس 5. حلو بيه بمقاس 5. تمام؟ جوز كيلو. ماشي دي واحدة. وهتجيبي 50 جرام ملح ليمون وازازة مستر شاهين ب10 جنيه، ده كله كوبايه كده في ايه؟ في الجرد، وهنقلبهم تقليبة كويسة مع بعض. تقليبها كويسه، بعد كده نسيبهم وناخد مع كل غسله كوبايه نحطها في الغساله وكوبايه المسحوق نحطها في الغساله، وهتشوفي احلى نظافه غسيل ايا كان المسحوق نوعه ايه. الفانيش ده هينظف وهيوفر لك في المسحوق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.